قلت سابونا كاروز، فعايز اعرف من حضرتك كانت ايه الحالة الدينية في مصر قبل دخول المسيحية؟ معروف إن تاريخ مصر هو فرعوني أصلا ولغاية تقريبا القرن السابع قبل الميلاد، يعني ما بين 666 لغاية 612 قبل الميلاد، لغاية ما بدأ الغزو الأشوري عند ضعف الدولة الفرعونية، فبدأ إن هم يستولوا على بعض المدن الهامة في مصر، وده اللي بدأ يضعف الدولة الفرعونية. لكن على مدار 7000 سنة أو أكثر، وحسب التاريخ ما بيقول لنا إن كانت الوضع المستقر هو الفراعنة والآلهة الفرعونية حسب ما التواريخ بتقول لنا، لغاية ما بدأت في القرن الثالث والرابع قبل الميلاد بدأت اليونانية تدخل، بدأت الرومانية سنة 70 قبل الميلاد، تزامن الوقت دوت مع دخولها في منطقة اليهودية برضه. حوالي بقى في القرن الأول الميلادي، ميلاد السيد المسيح، لعصر جديد في القرن الأول قبل الميلاد ولغاية القرن الأول بعد الميلاد، العصر الجديد من الثقافة والثقافة الرومانية. دخول المسيحية في مصر كان على مرحلتين، المرحلة الأولانية كانت بالناس اللي بشروا بعمل الروح القدس عند دخول الروح القدس بعد قيامة المسيح حوالي 50 يوم، لأنه معروف التقليد اليهودي يقول لنا إن في قيامة السيد المسيح بعدها ب40 يوم صعد السماء جسديا، وبعد 10 أيام من الصعود حل الروح القدس على التلاميذ علشان يديهم إمكانيات للإيمان وللكرازة وللمعرفة أكتر بعمل الله فيهم. في وقت حلول الروح القدس على الكنيسة في اليوم 50، وده كان عيد كبير في اليهودية، فكل الناس اللي بشروا بعمل الروح القدس جالوا مبشرين أيضا في دول كتير، ولأنه كان عيد كبير في منطقة اليهودية فكانوا بيجوا مصلين من كل حتة علشان يصلوا أو يقدموا قرابين على الطقس اليهودي، منهم كان ناس من مصر، طبعا كان في عرب ويونان وكريتيين، يعني جنسيات متعددة يقولها سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول والثاني. فالمسيحية دخلت قبل ما يدخل فيها مريم مرقس حوالي سنة 52 ميلادية لغاية 56 ميلادية، أو زيارة مريم مرقس في مصر، دخلت قبل كده في اليوم 50 لقيامة الرسول. لكن الكرازة الرسمية كانت بدخول مريم مرقس الرسول لما كان جاي من القيروان مدينة في ليبيا، وجاء الإسكندرية وبدأ إنه يبشر في إسكندرية. دخول مريم مرقس صاحبه آيات كتيرة، أول آية إنه الحذاء بتاعه اتقطع، وبدأ يدور على حد إسكافي يعني بيصلح أحذية علشان يبدأ إنه يصلح له يعني الحذاء بتاعه، وتقابل مع واحد اسمه إنيانوس، وإنيانوس هو بيشتغل بالمخراز فصبعه اتجرح، فأول ما صبعه اتجرح راح صرخ باليونانية أوسي يسوس. أوسي أوس ديت اللي هي يا الله، أوسيو يعني الواحد، يا الله الواحد أوسي أوس. فبدأ أنه مريم مرقس من هنا يعرفه أنت تعرف منين الإله الواحد، أنت كل معبوداتك كلها يونانية ورومانية، وبدأ يشرح له ويعلمه التعليم المسيحي. وكان إنيانوس دوت أول أسقف في اسكندرية بعد مريم مرقس. مريم مرقس يعتبر البطرك رقم واحد، وإنيانوس بعد كده البطرك رقم واحد. ده يعني دخول المسيحية زي كانت عن طريق الناس اللي حضروا يوم 50 في الروح القدس، وعن طريق الكرازة المباشرة في دخول مريم مرقس في مصر. مريم مرقس لما دخل مصر لقى معوقات كتيرة، فلقى الثقافة الفرعونية بكل آلهتها وكل السيفيليزيشن بتاعتها والنهضة بتاعتها، لقى ثقافة هيلينية يونانية قديمة، ولقى رومانية بتعتمد على القوة والدموية، ولقى بعض من اليهود ولقى بعض من الوثنيين اللي ما بينتموش لأي حاجة خالص، فلقى قدامه مجموعة كبيرة من الثقافات. عشان كده كانت الفكرة المميزة في كرازة معلمنا مريم مرقس إنه يعمل مدرسة اسكندرية للتعليم اللاهوتي، اللي هي لغاية دلوقتي ما بين مكتبة اسكندرية والكلية الإكليريكية للتعليم اللاهوتي في الكنيسة. دي كانت النبتة الأولى، البذرة الأولى، إنه يبدأ ينشر التعليم السليم ويقدر يواجه الثقافات المتعددة اللي داخل عليها الاسكندرية. طيب ازاي أثر المصريين بصورة ضخمة وكبيرة على الديانة المسيحية برغم ان الانجيل ما كانش اتكتب لحد دخول مريم مرقس مصر؟ هو فعلا لغاية نهاية القرن الأول ما كانش فيه أناجيل كتيرة اتكتبت، يعني أول إنجيل تقريبا اتكتب، يعني في مؤرخين يقولوا 56، في يقولوا 62،
يعني تقريبا من بعد 60 سنة من القرن الأول. لكن الناس كانت بتتنقل الأخبار شفاهة بالتقليد والتسليم، وعشان كده أقوال الآباء في القرن الأول بتبقى أصدق وأقوى من الكتابات. يعني لما نلاقي حد من القرن الأول مؤرخ زي يوستينوس الشهيد مثلا اللي كان في القرن الأول كانت سنة 100 ميلادية، فلما ناخد منه كلام بنصدق وبنؤكد هذا الكلام بشهادة هذا المؤرخ، لأنه كان قبل كتابة الدوكمنت المعروفة بالأناجيل وبالرسائل. وبدت الأخبار تنتقل من مكان لمكان ومن جيل لجيل بنفس القوة ونفس التبشير. اعتمدوا على الموضوع دوت على أنه كان في خلفيات للإله الواحد من الثقافات اللي كانت قبل كده، واعتمدوا أيضا على قبول الناس للديانة الجديدة أو العلاقة الجديدة اللي بينهم وبين ربنا، حيث أنه ما كانش فيها دم، ما كانش فيها حرب، ما كانش فيها عنف أو خلاعة أو جنس أو نجاسة أو قرابين لمعبودة مصنوعة بالأيادي. فكل الأمور دي حولت الشعب لفكرة المسيحية. هذا بالإضافة لأنه شمال أفريقيا عموما ومصر تحديدا بتتمتع بالوجدان الديني والوعز الديني اللي بيشجع الناس على أنها ترتبط بربنا بوجدان وبروح روحانية أكثر من أي ديانة تانية أو أكثر من أي عدد أخر. هو كان سبب الاضطهاد الروماني لظهور فكرة الرهبنة؟ الرهبنة بترجع للقرن الرابع، أول القرن الرابع سنة 325 ميلادية، لما بدأ شاب أنطونوس أنه يتجه لفكرة الرهبنة. الحقيقة هو كان له أخت اسمها مريم، وكان أبوه من أغنى أغنياء وسط الدلتا وجنوب الدلتا، وكان عنده ما يقرب من 400 فدان من أجود الأراضي تخصه هو شخصيا، وفي بيقولوا 2000 فدان، يعني أيا كان العدد. لكنه بعد وفاة والديه دخل مرة الكنيسة وسمع كلمة في الكتاب المقدس بتقول إن أردت أن تكون كاملا أو تتبعني فأترك كل مالك ووزع الفقراء وتعال اتبعني حاملا الصليب. فالحقيقة شاب أنطونيوس سمع هذا الكلام وبدأ إنه يفكر فيه، وقال كده في نفسه: إذا كان أبويا خرج عن غير إرادته من هذا العالم وترك كل شيء، فأنا لازم أخذ القرار وأخرج عن العالم. وخير بأخته مريم إنه يودعها لمكان للعزارة للفتيات، يعني زي دير كده، أو إنها تاخد نصيبها من الميراث، لكن فضلت هي حياة الرهبنة إنها تكون في بيت العزارة. وزعوا كل الأموال بتاعته مع الفقراء والمساكين، وهو انفرد في عيشة بدأ يختبئ. لما أنطونيوس ما كانش أول واحد يدخل الصحراء، ما كانش أول واحد يبدأ يتوحد ويتعبد لربنا ويتنسك بصورة صوفية متميزة، لكن الحقيقة هي أول مرة ربنا يظهر لنا قدر هذه الحياة، أني أنحل من الجميع عشان أرتبط بالواحد. وده المبدأ الأساسي في الرهبنة، الانحلال من الجميع للارتباط بالواحد. هذا بالإضافة أنه في حياة القديس الأب أنطونيوس أب الرهبان في ناس كثيرة تتلمذت عليه، فمنهم اللي سكنوا جبل ميتريا، في اللي سكنوا جبل آسوس في اليونان، فيهم اللي نزل في سوهاج وأسوان من تلاميذ بافونيوس وتلاميذ الأنبهدرة، وانتشرت الفكرة الرهبنة عن طريق تلاميذ الأب أنطونيوس اللي جالوا برضو يؤسسوا في أماكن متفرقة. اللي شجع الفكرة دي عند الشاب أنطونيوس إنه في وقت من الأوقات حس بالملل والضجر وقت طويل جدا، الصبح زي الليل وبيصلي ولو لا أحد ياكل ما لقاش حاجة ما بياكلش. فجاء مرة ظهر له ملاك وكان عمال بيشتغل بإيديه، يعمل أفف، يعمل سبتة، ففكر إنه يقلد الشغل ده، وبدأ إنه يعمل بإيديه، وبدأ إنه ينزل للسوق يبيعه ويرجع تاني يختلي بقية الأسبوع. وحط مبدأ جميل جدا، ياريتنا كلنا نفكر في المبدأ ده: من لا يعمل لا يأكل أيضا. لأن لا يكون الراهب في وقت من الأوقات عالى على المجتمع، بالعكس المفروض إن الراهب يكون منتج ويكون هو أيضا بيساهم في إعادة المجتمع. بعد كده بدأت الرهبان تتكاثر عليه، وبدأت إن هم يأسسوا أماكن أكتر. أسس المكان بتاعه اللي هو دير اللي في البرية الشرقية، يعني جمع حوالي ما يقرب من 1500 راهب في الوقت بتاعه دوت، وبدأ إن هم يتوسعوا في أماكن أخرى. كان الأب أنطونيوس أسس الرهبنة وكان يسكن في
في مغارة متوحد، وكان يتجمع مع بقية الرهبان يوم السبت بالليل في العشية، ويوم الحد يصلي قداس ويسموه قداس مجمع عشان كل الرهبان بيجتمعوا، وبعد كده بيفطروا مع بعض ويدرسوا الكلمة من الكتاب المقدس، وبينفردوا كل واحد في الآلية بتاعته. ودي نوع من الرهبنة بيسموها الرهبنة الانفرادية أو التوحدية. جاء بعد كده طبعا في الفترة دي كان في اضطهاد من الرومان، وكان في هرطقات بدأت تظهر. دور الأب أنطونيوس كمؤسس للرهبنة في إنه يدعم الفكر المسيحي في الوسط الاجتماعي، إنه كان بينزل يشجع الآباء البطاركة زي بابا أثناسيوس الرسولي البطاركة العشرين وقت ما كان بيقاوم بدعة أريوس، ونزل أكثر من مرة للناس المضطهدين في وكانوا محبوسين في السجون كفترة عقوبة لمحاولة التأثير عليهم أنهم ينكروا الإيمان المسيحي. فنلاقي أن الرهبنة كانت داعم للحياة العقيدية والحياة الروحية، إما في مجال العقيدة والدفاع عن العقيدة السليمة أمام الهرطقات، أو في تعضيد الشهداء في استقبال الاستشهاد. بلا شك أن الاضطهاد بيؤثر بالسلب على الكنيسة، لكن ربما أوجد ربنا فكرة الرهبنة في القرن الرابع، حيث أشد حلقات الاضطهاد العشر اللي مرت بيهم الكنيسة المبطية كنوع من التعضيد ونوع من قبول نوع جديد من الاستشهاد، استشهاد بالدم وفي استشهاد بكسر الذات وقدر ربنا تأتي بحق ربنا. عايزة حضرتك تعرفي إيه أهمية الألحان الطقوس الكنسية؟ وإمتى بقت جزء من الصلوات؟ استخدام الألحان في العبادات يرجع تاريخها لأيام الفرعون. في ألحان كانت بتستخدم في تجليس الملك، وفي ألحان بتستخدم في تأبينه وفي دفنه وتشييعه، في ألحان بتستخدم في بداية التعبية العامة للحرب أو للعمل. فكل دي كانت أنواع مختلفة من النبرات ومن الأدوات والآلات الموسيقية المستخدمة. فكانوا بيستخدموا النفور والأبواق العالية والطبول الضخمة علشان يحشدوا الناس بوضع تحفيزي علشان يقاوموا إن كان في معتدي أو يجمعوهم في عمل مهم يخص الفرعون. بالطبع الروحي والوجداني اللي موجود في الشخصية المصرية بقت متأثرة جدا بفكرة النغم والتلحين. في فترة ما قبل المسيحية كان استخدام الآلات الموسيقية والألحان في العبادات الوثنية، لكن كانت في الاستخدام الصافي. استخدام الآلات الموسيقية والألحان في الكنيسة بدأت من القرن الأول، أو هي ما انتهتش كفولكلور وفن شعبي في الشخصية المصرية، لكن المهم إن احنا لقينا إن في آباء من الكنيسة بدأوا إن هم يحجموا استخدام الآلات الموسيقية، زي مثلا المؤرخ الشهيد يوستينوس 100 ميلادية كان يقول إنه استخدام الأدوات الموسيقية في أضيق الحدود لألا نتشبه بالناس عبادي الوثنية. كذلك القديس كليماندوس السكندري اللي كان في القرن الثاني والثالث، القرن الثاني والثالث ميلادية، أرجع لاستخدام أدوات بسيطة زي الدفرج والترينتو لاستخدامها في الكنيسة، بس لتنظيم الأداء ولتوحيد الصوت، وإنه الإنسان يكون في سيمفونية في أداء الألحان. لكن ما كانش يقصد بيها أبدا استخدامها كآلات موسيقية تصدر أنواع من الموسيقى. هذا بالإضافة إنه على مر العصور الأولى لغاية القرن السابع والثامن الميلادية كانوا يقولوا إن أحسن، وقال القديس أغسطينوس أسقف شمال أفريقيا قال الكلمة دي، قالوا إن أحسن النغمات تمجد اسم ربنا هي الكلمة الحلوة من قلب تائب. كلمة الحلوة اللي هي فيها كلمة التسبيح من قلب تائب. نرجع لسؤال تاني، هو اشمعنى الدف والتريانجل؟ الدف أو النقوس والتريانتو أو التريانجل اللي هو المثلث، ودول اللي كانوا مستخدمين زمان في العهد القديم في أيام أساف وأيام داوود، وكانوا مستخدمين ده بالإضافة للقيثارة اللي هي ليها 10 أقطار زي القانون دلوقتي أو العود. لكن استخدموا الدف والتريانتو والقيثارة دول تحديدا لأنه جاء ذكرهم في المزمور 150 اللي هو بتاع التسبيحة بتاعة داوود النبي، فبدأ إن هو يقول سبحوه بدفوف وصفوف، سبحوه بسموج حسنة الصوت، سبحوه بكثارة، وإلى آخره.
من المزمور 150 بتاع التسبيحة بتاع داود. من جمال المزمور ده بنقوله دايما في نهاية القداسات بيسموه مزمور التوزيع، عشان كده انحصر استخدام الأدوات دي كاستخدام كنسي زي ما قلنا توحيد الصوت والنبرات وبس، لأن دي اللي كانت مستخدمة قديما ولأنها ما بتصدرش أي نغمات صاخبة أو مزعجات شتت الموسيقى. إلى أي مدى أثرت الألحان في التسليم التعبد؟ استخدام الألحان قديما كان عشان يسهلوا على الناس معرفة التعليم ومعرفة العقيدة، وكلمة عقيدة هي كلمة مش بعيدة، يعني دبن يعني عقد في التعليم بين المعلم والمتعلم لبنود معينة معروفة، فعشان كانوا يسهلوا تناقل هذه البنود كانوا يصيغوها في مجموعة من الأنشيد ويدوها لحن معروف أو لحن خفيف مميز أو شجي على الردم أو لحن تنشيطي حسب نوع العقيدة اللي بتدرس أو حسب نوع المناسبة اللي بيقال فيها اللحن. استخدام الألحان حافظت على كتير من العقيدة بتاعت الكنيسة بسبب أنه جينا في وقت كان الاضطهاد في مصر ضد المسيحية كان وصل لذروته جدا لدرجة أنه كان هدم الكنائس، حرق الكتب، كانوا بيعملوا عمليات قتل وإبادة جماعية، كان نوع من الاضطهاد والإبادة الممنهجة من الدولة الرومانية على مسيح مصر. فكان الحل في أنه الناس مش هتقدر تصلي، فكانوا بيتجمعوا إما في القبور أو في المناطق البعيدة، أو اللي أكثر من كده بقوا يستخدموا الأناشيد اللي بتحافظ على العقيدة دي وبدأوا يصغوها في أناشيد أو في ألحان بدأوا يكتبوها الآباء بتوع الكنيسة في الأديرة. وعشان كده بعد فترة كبيرة من الاضطهاد لقينا إن أكثر حاجتين حافظوا على العقيدة والتعليم بتاع الكنيسة هما التسبيحة. التسبيحة ودي عندنا منها ثلاث أنواع، في تسبيحة عشية وفي تسبيحة نصف الليل وتسبيحة باكر وفي تسبيحة كل يوم، في إبصالية يعني تمديد اسم ربنا كل يوم، إبصالية السبت حتى الاثنين الثلاثة آخر الأسبوع، كذلك سقوطية تمديد والدة الإله ست عدد مرات. وزرعوا الآباء، زرعوا في الأناشيد ديت أو في الإبصالية والسقوطيات ديت، زرعوا كل العقيدة اللي تهم الكنيسة من الله الواحد من ثلاث الأقانيم والصفات، زي أقنومية الإبن وإزاي إن اللاهوت ونسوته متحدين بطبيعة واحدة من بعد الاتحاد، دور الست العدو وتعاملها مع الثالوث، أقنومية الروح القدس، عمل الروح القدس بالمؤمنين، التسبيحة في الكنيسة، التسبيحة في وسط المؤمنين، كل دي موضوعات ناقشتها ورسختها الأناشيد أو التسبيحة في الكنيسة. الجزئية الثانية اللي حافظت على الإيمان هو تسليم القداس، وكلمة قداس راجعة من تقديس أو قداس أو قديس، يعني إني بتقدس أو بصلاة بتقدس المصلي والمكان اللي بيصلي فيه. عشان كده كلمة قداس تحولت إلى عبارة عن ليتورجية، يعني عمل جماعي بيقدموه الناس لربنا ما بين الراعي والرعي. أول القداس اتكتب على إيد القديس ماري مرقس وبدأ يتعدل من بعد القديس كيريلوس عمود الدين البطرك 24 اسكندرية، وده كان في القرن الرابع والخامس، وعشان كده اتسمى باسم القداس المصري أو القداس الكيريلوس. فأصبح القداسات المستخدمة حديثا أو مؤخرا يعني هو بس القداسات اللي هي القداس الباسيلي، القديس باسيليوس الكبير رئيس أسقفة قيصرية الكبادوك، وده كان في القرن الرابع والخامس الميلادي، وكذلك على التوازي قريبه بالجسد القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات اللي بيسميه غريغوريوس ثيولوغوس، وهو القداس الغريغوري، والقداس الغريغوري بيخاطب أقنوم الإبن غير القداس الباسيلي اللي بيخاطب أقنوم الآب. ومن القداسات الموسكية اللي هو القداس الكيريلوسي اللي احنا زي ما قلنا. ليه الألحان موجودة بس في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية؟ لا، هو الألحان موجودة في كل الكنائس، ومعروف إنه الألحان والطقوس هي صورة مبسطة للعقيدة عشان تناسب كل الناس، وهي عبارة عن ممارسات وطريقة للعبادة علشان توصل للناس العقيدة وتعيشهم العقيدة بطريقة سهلة وبسيطة جوه الكنيسة وتتسلم من الكبير للصغير. لكن ليه الألحان المستخدمة هنا عندنا؟ الكنيسة القبطية لأنها أقدم الكنائس تقريبا بعد كنيسة أورشليم، فمن الكنائس اللي احتفظت بالتراث بتاعها من زي ما قلنا من العقيدة في وسط الألحان وسط التسبيحة والقداسات. لكن الحقيقة حصل دروب كده في التاريخ إنه في مخطوطات كتيرة جدا في القرن السابع والثامن فقدت،
وبالتالي كلمات وأنغام كتيرة. في القرن التسعتاشر والعشرين بدأوا يستحدثوا هذه النغمات وبدأوا يرجعوها تاني، لكن ما قدرناش نجيب لها مصادر قبطية، فبدأنا نحن نرجع للمصادر اليونانية والمصادر الرومية علشان نجيب الألحان اللي كانوا خدوها من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. فأصبح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الألحان اللي عندها دلوقتي غالبا بيكون قبطي، منها جزء فرعوني زي مثلا لحن بيت الثونوس زي لحن غولغوثا، ودي ألحان كانت مستخدمة في أمون ودينيس، ودي نبرات أو نغمات كلها كانت مستخدمة أيام الفراعنة، ممكن يبقى ندي منها نغمات دلوقتي. وأصبح في جزء تاني مستحدث هي الألحان اليونانية والرومانية، لكنها بتشترك في نفس العقيدة ونفس العقيدة. لكن أعمق الألحان في الكلمات وفي النبرات بترجع للكنيسة القبطية، لأن الجذور بتاعتها جذور فرعونية. فمثلا من ضمن الألحان اللي كانت مستخدمة نبراتها من الفرعونيين والأصل الفرعوني في تجليس الفرعون، لحن اللي خدناها بعد كده بيتقال في يوم الجمعة العظيمة، وده يوم مقدس جدا في الصوم الكبير عندنا في وسط الأيام. لحن غولغوثا ده كان يقال في ساعة تجليس الملك، والنبرة بتاعته ليها نبرة شاجية، نلاقي النبرة بتاعتها بتتقال كده غولغوثا ابني تهي، ويمتاز فيها ان اللحن بطيء شجي بيميل للرزانة، يعني الملدي بتاعه واخد شكل هادي، ودوت علشان يناسب وضع تجليس الألحان. احنا بنستخدمه هنا لحن غولغوثا اخر الالحان الحزيني اللي بتبقى في اسبوع. لحن مثلا زي استقبال الفرعون او تأبينه في بعض الاحيان، بعض الاسرة كانت تستخدمه في التأبين، زي لحن ام ونجنس هو الابن الوحيد الجنسي. كتب كلمات القديس أثناسيوس الرسول في القرن الثالث والرابع الميلادي، لكن خد النغمة بتاعته من الفرعون. النغمة بتاعته برضه فيها بعض العبارات أو بعض الميلودي الجميلة، يقول مثلا زي مثلا فلوجيمينوس ده بيستخدم للبطاركة، برضو يرجع من الألحان القديمة تقريبا قبل المسيحية برضو بحوالي 100 سنة. ودي من الألحان القديمة اللي خدنا النبرات وركبنا عليها كلمات بتناسب المناسبة أو العقيدة. عشان كده نلاقي الكنيسة القبطية هي أكثر كنيسة لها عمق في الألحان وعمق في المعاني. من ضمن الألحان المستحدثة أو اللي قبلت حديثا من الكنائس الأخرى زي الألحان الرومية والألحان اليونانية، عندنا قطعتين مشهورين بيتقالوا في عيد القيامة، زي مثلا توليسوس Tolisos fragis entos ebonton eios ea. ونلاقي اختلاف النبر، يعني النبرات بتاعة اليوناني مفتوحة، النبرات بتاعة القبطي شوية مقفولة وشوية لها طبع هادي، زي مثلا إي أغابي، وده برضو لحن يوناني واللي بتقال في وسط القداس، وترجمته محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد وشركة الروح القدس تكون معكم، كأن الراعي بيدي التحية والسلام للرعية. إي أغابي تثيئك بعض
كروز، ونلاقي انه النبرات اليوناني بتستخدم الصوت من بره، لكن النبرات القديمه تستخدم الصوت العميق للتخيل. دي يعني كانت فكره بسيطه عن ازاي الكنيسه استخدمت الالحان ان كان في التسبيح او في القداس في انها تحافظ على العقيده والتعليم وتسلمه من جيل لجيل بطريقه سهله ومعاشره. بالنسبه للكتابات اللي كانت موجوده في الكنيسه، طبعا كتابات كتيره ظهرت في اول 3 قرون، ويكون بعد مجمع نكا سنه 325 ميلادي اللي اجتمع فيه 318 اسقف ارسلينا وثبت عندنا العهد الجديد في الشكل النهائي بتاعه اللي موجود بين ايدينا دلوقتي، اللي هو الاربع بشاير متى ومرقس لوقا ويوحنا وسفر اعمال الرسل اللي كتبه لوقا القديس لوقا البشير، وكان بيشتغل كمان رسام، و 14 رسالة كتبهم القديس بولس الرسول، وده قبل الإيمان بعد صعود السيد المسيح بكذا سنة حوالي سنة 34 ميلادية، بالإضافة لسبع رسائل للكاثوليكون. الكاثوليكون يعني جامع لكل العالم، زي رسالة معلمنا يعقوب، رسالة معلمنا يهوذا، رسالتين للقديس بطرس الرسول، وثلاث رسائل للقديس يوحنا اللاهوتي. سمينا القديس يوحنا اللاهوتي او الانجيلي سميناه باللاهوتي لانه هو اللي كتب سفر الرؤيا، وده اعمق اسفار العهد الجديد، ولانه بيتكلم عن السماء ورؤيا شافها القديس يوحنا في جزيره بطرس. رسائل معلمنا بولس الرسول 14، منها اللي مكتوب لمدينه او لكنيسه او لحد من تلاميذه، وتقريبا كلها اتكتبت لغايه القرن الأول الميلادي، يعني آخر الكتابات تقريبا كانت سنة 105 كتابات القديس يوحنا الحبيب اللي هو يوحنا اللاهوتي. عشان كده مجمع نكا 325 ميلادية أقر إنه المحتوى ده هو محتوى العهد الجديد، لكن كل الكتابات التانية اللي جت سيرتها أو تم اكتشافها أو موضوعة في بعض المتاحف إن كان في مصر أو خارجها كلها أطلق عليها الأبوكريفة، على أساس إن هي يعني ما هياش قانونية وليست لها القيمة القوية، يعني في كانت بتبقى رسائل شخصية وفي توجيهات أخلاقية في توجيهات اجتماعية، لكنها ما كانتش بتتكلم على الحدث اللي هو تجسد السيد المسيح أو كرسته أو معجزاته أو عمله الخلاصي من الصلب والقيمة. كنت عايز حضرتك بقى تقول لنا عن تاريخ الكنيسة دي، كنيسة العذراء وماري جرجس. كنيسة العذراء وماري جرجس من منطقة غبريال بشرق اسكندرية، بيرجع تأسيس الكنيسة دي سنة 78 ميلادية، أسسها متنيح أبونا قسطنطين نجيب، هو راعي كنيسة مقدريش كاكوس في منطقة قريبة من هنا، وكان يصلي فترة من 78 ل 79 أبونا قسطنطين نجيب، وكان بيساعده أبونا موسى أفرمينا من ديوت قديس مرمينا في مريوط، وده من تلاميذ البابا كيرلس السادس. في سنة 79 شهر ديسمبر اترسم اول كاهن هنا في الكنيسه قنوس رئيس مرقس، وشغل عديد من المناصب، منها لجنه البر، منها مجلس الكهنه، منها المجلس الكليريكي، ومن سنه 2009 لغايه 2016 كان لغايه 2018 كان وكيل بطريركية الاباطره الارثوذكس في اسكندريه. في سنه 87 شهر نوفمبر كانت الرسامة الثانية لأبونا بولا مكرم، وخذ الأموسية في سبتمبر 2015 أو 2016، وبعد كده في ديسمبر 2001 كانت رسامة أبونا شنودة مرقس، هو أخو أبونا رويس مرقس بالجسد، وخد منها حوالي 4-5 سنين، وبعدين حاليا بيخدم في منطقة جرينفيل ساوث كارولينا في امريكا. وبعد كده في مارس 2008 انا اترسمت على الكنيسه هناك، وفي نوفمبر 2014 كانت رسامه ابونا ارسانيوس اللي موجود برضه بيخدم معانا في الكنيسه. الكنيسه ما كانتش على المنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي، كانت عباره عن طابق ارضي، طابق واحد بس، كل حتى المكاتب الاداريه كانت كلها طابق واحد، وكانت من 79 لغايه 99 منظر نفس الطابق الواحد دوت الارضي، لكن تقريبا كانت على ربع المساحه. ربنا سهل ان احنا خدنا النص الثاني من الارض، وبدانا ان احنا نبني في سنه 99، عملنا قرار هدم وبناء، فهدمنا المكان القديم وبدانا
نخطط واشتغلنا في جزء، بدأنا نصلي في جزء مقفول الأول بالفراش، وبعدين قفلنا الخشب، وبعدين قفلنا بالطوب، وبعدين نقلنا لمكان تاني على أساس إن كل مكان كان بيجهز للشكل المستقبلي اللي هيكون عليه، بنسيبه ونبقى في مكان تاني لغاية ما اتبنت الكنيسة الحالية اللي احنا موجودين فيها. احنا بنصلي هنا تقريبا من سنة 2006. زار الكنيسة هنا مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة ومنهم البطاركة، متناحي البابا شنودة الثالث زار الكنيسة هنا في 2 أبريل 2005 ودشن الدور الأرضي والمعمودية، وفي 28 أكتوبر 2007 كانت الكنيسة اكتملت بكل كامل تشطيباتها وافتتح الكنيسة ودشنها. لكن الحقيقة كنا بدأنا الصلاة قبلها بشوية كنوع من التجريبي لغاية ما يفتتحها رسميا البابا شنودة الثالث. زرنا البابا تيودروس مرتين، مرة في 2013 ومرة في 2014 في فبراير 2014، واحنا متعودين على البابا تيودروس من زمان من قبل البطريركية، لأنه كان كل شهر 7 تقريبا كان يجيلنا يجتمع هنا اجتماع عام لكل الخدام والشمامسة، وفي شهر 10 كنا بنروح له في الكينج ماريوت نجتمع فيه. عدنا فترات طويلة على التقليد الحقيقة، يعني كنا مواظبين لغاية طبعا المسؤولية الجديدة اللي هو تولاها. الكنيسة عبارة عن قوسين أو ذراعين بيحيطوا بالكنيسة، عبارة عن مباني خدمية وإدارية من الجانب الشمالي والجنوبي، والكنيسة في النص في اتجاه صحيح ناحية الشرق، عبارة عن برميلين متقاطعين أنصاف جراميل، لأن بتاخد الشكل بتاع الصليب، لأن الكنيسة بتاخد ثلاث أشكال، إما شكل الصليب أو شكل دايرة زي القبة الكبيرة الوسطية دي، أو بعض الكنيسة القديمة بتاخد شكل بطن المركب، ودي بتفكرنا بأبونا نوح لما دخل الفلك، عمل الفلك لما حصل طوفان في العالم. عادة الكنيسة بتبنى على 12 عمود كمثال، 12 تلميذ اللي بدأوا الكرازة، بيكون متقسمة في ثلاث أماكن. في الطقس القديم كان بيبقى المعترفين أو التائبين، والقسم للموعوظين، والقسم للمؤمنين. لكن الحقيقة التقسيمة دي ما أصبحتش بتناسب دلوقتي، لأنه يعني غالبا اللي بيحضر كلهم مؤمنين، وإن كان غير مسيحيين بيحضروا، ما بنحبش نفرق بين وبين المسيحيين، لكن بنحب إن احنا نكون روح واحدة نقدم الصلاة. لكن طبعا الحقيقة بيبقى غير مسموح لغير المسيحيين ما يشتركوا في الصلاة أو في تقديم الصلوات متخصصة أو خاصة بالدخول. المكان اللي احنا موجودين فيه ده بيسموه المنبر أو الإنبل، ودايما المكان مرتفع علشان بيكون الصلاة وإلقاء القراءات والعظات بيبقى من عليه عشان يناسب الناس. طبعا حديثا استخدم أدوات الصوت علشان تكبر وتوضح الشرح. المنطقة التانية دي بيسموها صحن الكنيسة، وفي اللوج أو البلكون بتاع الكنيسة اللي فوق زيادة العدد. الكنيسة بتاعتنا الجداريات بتاعتها أو الرسومات اللي موجودة في الجانب دوت العهد القديم، في الجانب دوت صور للعهد الجديد، قصص كلها من الكتاب المقدس. حبينا إن احنا يكون اللمسة الجمالية اللي موجودة في الكنيسة، فخلينا كل الألوان تكون الازازه الملونه المعشقه دي كلها الوان من المضيئه والسطيعه، عشان طول النهار نقرا الكتاب المقدس مع الجديد والقديم في الايقونات الملونه من الزرير المعشق ده، وطول الليل لما تكون الكنيسه منوره هنا بصلوات، فده يكون اشاره للكنيسه ان هي تدي هذا المنظر الجميل للخارج عشان يشوفوا جميل الكنيسه وحياه المتعه. وعليك الحريق اللي كنت مشرف على لا الحقيقه اللي كان مشرف على البناء والتشطيب ابونا بولا، وراعى يعني انه يكون كل شيء فيه لمسه جماليه ولمسه طقسيه وكنسيه، يعني اهتموا بالشكل انه يكون كنسي، الديكورات انها تكون ديكورات كلها قبطيه وفن قبطي، كمان الرسومات اهتموا انها يكون عندنا رسومات كلها من الكتاب المقدس. لكن في طبعا انواع من الفن، الفن اللي مرسوم بيه الايقونات ده بيسموه فن رومي. الحقيقه ما كانش عندنا حظ كفايه ان احنا يعني نعمل فن قبطي في الرسومات، لكن في بعض الكنائس عندنا في اسكندريه وهنا موجوده عندنا في الكنيسه بعض الايقونات القبطيه.
لكن بقيت حامل الايقونات اللي هو الخشبي ده الحاجز الخشبي ده ده كله معمول بالفن القبطي ما بين تعشيق ما بين لزق شغل العواميد شغل السلبان اللي متركبه دي شغل الارشاط اللي موجوده كل دوت فن القبطي.